برنامج جديد وحلقة جديدة، واليوم يا جماعة راح يكون عندنا لعبة بناء المركبة الفضائية. اتوقع ان هاي اللعبة نزلنا منها الجزء الاول، والحين راح يكون عندنا الجزء الثاني من اللعبة هذه. خلينا نضغط بلاي ونجرب اللعبة مع بعض. بس يعني يا اخواني، شخص ما ضغط زر لايك انصحك انك تضغط زر لايك، اشترك معنا في القناة عشان ان شاء الله ننزل لكم مقاطع جدا اسطورية ورهيبة. طبعا كبداية حاليا راح يكون عندنا لودينج. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اتوقع انكم تعرفون اللعبة هذه، هاي اللعبة نزلناها في السابق. في البداية خلينا نضبط بس التحكم يا جماعة وارجع لكم على السريع. فضبطت المفروض التحكم حاليا، فاحنا نقدر نمشي بالطريقة هذه. فكرة اللعبة انك راح تسوي لك مركبة فضائية وتمشي فيها، يعني احنا حاليا موجودين في الفضاء، بس الحين كبداية عاطينا سيارة هم مسوينها لنا الحين في البداية، بس تالي لا، تالي يجي وقت الجد، تالي الوقت اللي راح تسوي فيه المركبة حقتك بنفسك. اوكي، لازم ما ننسى ان احنا عندنا بنزين، هذا البنزين حقنا اللي عبارة عن او نقدر نقول طاقة كهربائية، بطاريات، اوكي؟ كل ما زدناها كل ما امتلى عندنا هذا، إذا خلص خلاص راح نخسر في المرحلة لأنه خلص معانا، فلازم أحاول إني أقتصد في موضوع إني أضغط ريس أو بريك في الوقت اللي أنا أشوفه. يعني شوفوا الحين في نزلة، ما يحتاج إن أنا أضغط ريس، السيارة راح تمشي لحالها، ندفع السيارة شوي، فكملنا أول مرحلة وهي مرحلة التدريب الأولية للعبة، فكملناها الحين بشكل كامل. والله الجزء الجديد شكله أقوى بواجد من الجزء الماضي، والله إيش رأيكم؟ خل نروح للمهمة الثانية بعد ما كملنا أول مهمة عندنا في اللعبة. الحين نروح لوقت الجد. أعطونا الحين السيارة، قال لي يا سيد خذ راحتك، سوي اللي تبي، اشتري كل شيء تبي. هنشوف وش فيه هني أشياء. هني أتوقع لو حبيت أنا أشتري أي فلوس علشان أركب الأغراض. خل نروح هني البارتس، أنا عندي قطع. أوكي، خلنا نحاول آخذ الأغراض اللي موجودة هني، نشيل الأشياء اللي موجودة هني. في عندنا هذه القطعة، هاي القطعة الوحيدة اللي اتوقع ان انا اقدر اركبها واشبكها حاليا، مع اني توني بادي انا فما عندي فلوس عشان اركب سيارة. سيارتي حاليا هذا وضعها، بس هي لو تلاحظون مكتوب ما ادري قابل للكسر، هل مقصود انه في شيء داخل قابل للكسر ولا هي ممكن تنكسر؟ مو متاكد. المهم هني خلينا نهدي، ما يحتاج نضغط ريس، السيارة راح تمشي بشكل سريع، راح تروح ناخذ هني البطاريات. ايوه نهدي 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 على راحة على راحة. الو اوكي، هني يبين لكم اذا انا قاعد ادوس ولا لا. شوفوا كيف انا قاعد ادست شوي، ناخذ البطاريه اللي بعدها، ندوس شوي، نخلي السياره شوي تمشي اسرع. دز 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 دز. اوكي اوكي، ناخذ البطاريه اللي بعدها. هني عندنا مرتفع، فانا مضطر اني ادز هذه الانوار. اتوقع معناته ان احنا وصلنا لنهايه الليفل، ففعليا وصلنا لنهايه الليفل وكملنا المشن اللي بعده. هل بيعطوني الحين قطع ولا انا لازم اشتريهم بنفسي حبه حبه؟ خلينا نشوف مع بعض. اوكي، هذه قطع، هذه قطع. يلا المشن الثالث، ثالث مهمه موجوده عندنا الحين بعد ما كملنا هذه. انا معاي هذه، بس هذه راح يكون فيها وزن، قبل شوي كان قابل للكسر فاكيد اخف. شنو في عندنا هني؟ في عندنا فلوس، جمعنا شويه فلوس زياده، اقدر اطور اتوقع مع الوقت. انا تو الناس الحين بعدني، نروح للي بعده، ما زلنا بنفس المركبة حقتنا، مركبتنا البسيطة هذه. اوكي، يلا دز يا سيد. العروس كامل. وقفنا. المفروض ما نوقف. حلو، قاعدين نمشي بشكل ممتاز. دز دز يا سيد. في لمسة بسيطة صارت السيارة. طبعا سيارتنا الحين أثقل من قبل بواجد. في دمج بسيط، شوفوا الكهرباء، شوفوا قدام، في دمج قاعد يصير، في 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 خلل صار في السيارة حاليا. صدمنا، صدمنا بعد، صدمنا شوي، فالسيارة قاعد تخترب معانا شوي شوي. دز يا سيد. لا، شفتوا كيف؟ انكسر عندنا. في بعض الأماكن أنت محتاج أنك تهدي شوي الوضع. هل ممكن نعيد؟ يمديني أعيد. بسم الله. صار يمدينا نشوف احنا وش سوينا في السابق. اوكي دقيقة، نكون حذر. ما صدمت، ما صدمت، نكون حذر، نكون حذر. ما عليه، خل البنزين يخلص شوي. صدمنا شوي، لازم لمسة خفيفة اتوقع. وهني صدمنا، يعتبر قاعدين ندمج نوعا ما. بعد صدمة بسيطة اعتقد يبينا نكبر السيارة حقتنا ولا شنو؟ اوكي هني هدي، هني هدي، هني هدي، هني هدي. هالرقم القياسي حقي هني. لا، حتى وانا مهدي وضاغط بريك ايضا نزلنا تقريبا وانكسرت علينا السيارة تقريبا. في الحالة هذه يا سيد ما في شيء مجاني، ما في شيء مجاني. في الحالة هذه يا سيد انت مضطر انك تشتري قطع جديدة.
فاللي بسوي عشان نلعب اللعبة بالطريقة الحقيقية احنا دائما نلعبها، اعتقد اني لازم ادخل الشوب اشتري لي شوية فلوس واعدل على السيارة قد ما اقدر، فراح اضيف تقريبا $5 كافية. بعد ما اضفت $5 الحين للعبة، المفروض احنا اخذنا الفلوس الوردية هذه نحولها الحين لفلوس عادية. اوكي دقيقة نحولها اوكي لهذه، حلو حولناها الحين لفلوس عادية. المفروض في الحالة هذه انا اقدر اجيني الشوب، لا مو الشوب، انا الحين لو ابغى اشتري شيء كيف اروح البارتس؟ كيف اقدر اشتري؟ حبيبي ابغى قطع جديدة، ابغى اضيف اشياء جديدة على السيارة حقتي. هني في عندي هالاشياء، انا معاي فلوس اقدر اجي للشوب هني. من هني، من هني دقيقة خلنا ناخذ هذه، خلنا ناخذ هاي الفلوس حقتنا. بس هاي القطع اللي موجودة، انا خبري يا شاب مفروض اكثر بواجد يعني. خلنا نشتري هذه، اشتريت هذه. شكلي بشتري هذه وباخذ هذه. اشياء غالية بس انا حرفيا ما عرفت وين اقدر اجيب القطع الجديدة. خلنا نجيب هذه نسوي ابجريد، يعني لازم اسوي ابجريد للاغراض حقتي. ثواني وجبنا هذه بعد القطع الحين. الاطار هذا راكب والاطار هذا هم راكب. لا اعتقد غلط، اعتقد غلط، اعتقد غلط. ثواني الاشياء الثانية كلها مسكرة، هذا شيء ما اقدر افتحه. بتاكد بس من الاشياء، من القطع كامل عشان نقول اوه ناقصنا شيء ما ناقصنا شيء. لا خمرة القيادة حقتنا طورناها، اعتقد بطور الاطار عندي حبة زيادة وبطور هذا زيادة. انا خبري اقدر اكبر، اقدر ابني على كيفي شيء لبي، بس اللي باين لحد الحين يمكن لان توني بادي، توني لاعب اللعبة، الاشياء مو كلها مفتوحة عندي. بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نشوف مع بعض. اطارنا غير، ما اعرف اذا راح يفيدنا ولا لا. دمجنا، دمجنا ثاني مره. وات تصدقون عندي حل يا اخوان، عندي حل يا اخوان. الاطار اللي ورا وديه قدام والاطار اللي قدام وديه ورا، انكسر. ما يعني حتى دافع فلوس ومطور ما فادني شيء. نرجع ورا، الاطار اللي قدام وده ورا واللي ورا وده قدام، صح. او ماي جاد، خل هذا هني لان الصدمه تصير قدام، صح؟ لا خلها بهالطريقه، لان الصدمه تصير قدام فخلاص بس حلينا المشكله. هذا اذا ما دمرت البطاريه. نشوف الحين يمكن البطاريه تدمر بعد نفس الموضوع. حاول اكتشف الحين البطاريه نفس الموضوع، ترى الثقل الحين تغير فصارت سرعتي كانها اسرع شوي. اللعبه هي يبيلها تشغيل مخ. شنو تدمج؟ في شيء تدمج بس ما ادري شنو هو. اوكي اللي ورا قاعد يدمج جليل، قاعد يدمج ليش؟ قاعد يدمج ليش واحنا امورنا تمام؟ البطاريه اللي بعدها رقم القياسي هني، انا اديت كسرت الرقم القياسي. الحل ممتاز، الحل ممتاز، الحل ممتاز وصحيح ويخليني اقدر اكمل الليفل كامل الحمد لله. اوكي حلو، عجبني الوضع ان انا قدرت اني اعدي الليفل كامل بدون اي مشاكل. اوكي طبعا اذا عجبتكم اللعبه ضغطوا زر لايك عشان نسلكم حلقات اخرى ونسوي مركبات اغرب في المستقبل. طبعا اذا فهمنا الوضع هني في بارتس، في شيء جديد. هذا شنو بالضبط؟ ما اقدر اضيفه. وات 1 مينت، البطاريه اقدر اطورها، حاليا ما اقدر اطورها. خلنا اجي هني نحط هذا، هذا اتوقع انه لاصق الحين. نحط البطاريه في هالمكان، لاصق؟ اي والله لاصق، اي والله لاصق، اي والله مركبتنا غريبه. ممكن ننقلب. هذه مشكله، البطاريه راح تخلص علينا. اوكي البطاريه خلصت علينا، ليش؟ المركبه طويله. سيد اعتقد كان الصح انك تجي هني وتجيب البطاريه تخليها في هالمكان.
وهذا هني وهذا هني. نشوف. قريب يعني. أعتقد ننقلب بسهولة حالياً. أح! توقعت. توقعت نحن بسهولة ننقلب. والله والله توقعت. حسيتنا في أمل نحن ننقلب بسهولة تامة. التصميم مو مضبوط. دقيقة. إيش ما خلي هذا قدام وخلي هذا ورا. ونشوف. يلا. أنا نطلع اللي راح يصير. الإطار اللي ورا ضعيف. الإطار اللي ورا ضعيف. ما أدري. هذه يبيل هذه بالذات يبيلها شغل. هذه بالذات يبيلها شغل. ما في شيء نشتري طورنا شوي. لا. نقدر نفتح صندوق. صندوق هذا يمكن يجيب لنا شيء. بسم الله. هنشوف صندوق ايش بيطلع لنا. تطويره. تطويرات. انا كنت اقدر اطور بنفسي يعني. طور. طور هذا. اذا ما في قطع انت ما يمديك تسوي ولا شيء. عارفين يا جماعه اذا ما في قطع. ايوه. هذا لازم يكون ورا. هذا لازم يكون ورا. خلينا نحاول آخر محاولة ونشوف. آخر محاولة هذه. انقلبنا. انقلبنا على السريع. على السريع. يا إخوان أعطوني حل الليفل هذا وراح أحاول أن أطبقه خلال الحلقة الجاية. بس أتوقع أنه يبيلنا قطع. يبيلنا يا جماعة قطع عشان نعرف إيش لازم نسوي. كتبوا لي تحت إيش تبون نسوي بإذن الله راح أسوي. يا حبايبي هذا مقطعنا بشكل كامل. اتمنى عشان يكون مقطع ضغط زر لايك ونشوفكم على خير ان شاء الله مقاطع اخرى من لعبه والعاب ثانيه. مع السلامه. اللايك امره مهم طقه ولا تهتم انضم لجيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم يسيطر على امم. هذا جيشنا يا عم والاسيار اسطوره تتناقل على كل فم. اشتراكك تنضم وهذه اسهل وسيله قناه للصغار والكبار وتعتبر جميله. تقدر تشترك في لحظه تراهي ما هي حيله.